خلال الأيام الماضية اندلعت حرب كلامية في الساحة الفنية الغنائية المغربية بين المطرب والموسيقار نعمان الحلو ومغني الراب ديزي دروس ومؤيديه على خلفية انتقاد الحلو لمغني الراب، كون بعض مغنيي الراب يعتمدون على تطبيق موسيقي هو الأوتوتيون لمساعدتهم في تجميل أصواتهم وبالتالي تعويم الجمهور وفق قوله في برنامجه المعروف بيانيسيمو. غادي حتمك الشك في حبس الوثوي ويا الساقي جنانك بدموع المظلوم. شي رابورات دي رابور ما بقاوش اوفياء اللون ديالهم اللي هو عنده ان ايدنتيتي اللي هو الراب، وبغاو يمشيو للاغنيه. فشنو ولاو يستعملوا هاد الناس اللي بغاو يعوموا؟ واحد لوجيسيل سميتو لوتوتون، اي حد يكون يمكن له يولي مغني به. بعد هذا الكلام للمطرب المغربي المخضرم نعمان الحلو في فقرة من فقرات حلقة من برنامجه بيانيسيمو مع نعمان الذي يبث على القناة الثانية المغربية، أقام مغنو الراب وجماهيرهم الدنيا ولم يقعدوها بسبب ما اعتبروه استخفافا بقدراتهم الفنية. الأوتوتيون برو نعمان ماشي الراب اللي خسره، الأوتوتيون راه غنوا به المصريين في التسعينات. انا ما عارفوش نغني وبرو نعمان، انا تنديروا الاوتوتيون باش يولي صوتنا زوين. انا ماجي احنا ما كنتعندوش معاكم في الغناء برو، شكون قالك احنا كنتعندو معاكم في الغناء؟ جدل كتابة واداء الاغاني باختلاف الوانها الموسيقية القديمة والحديثة والمواكبة للعصر امط اللثام عن صراع حقيقي بين جيلين ربما سيظل مستمرا في ظل انفتاح ثقافات دول العالم على بعضها البعض بفضل شبكة الإنترنت والتطور التكنولوجي.